تاريخ العساكر واستخدامهم للفن تاريخ سيء قذر، خاصة لما تعرف ان صلاح نصر كان بيعمل اسقاط على الفنانات علشان يشتغلوا معاه في الدعارة، علشان يصورهم مع مسؤول او ثري او حد من صناع القرار، وكان اللي بيقوم بالدور ده موافي صفوة الشريف. الكلام ده مش سر، ده اللي كان بيعمله صلاح نصر وجهاز المخابرات وشعراوي جمعة وادواتهم. كم من فنانة، مش عايز اقول اسامي بس يعني انتوا عارفين، استخدام الفن او استخدام العساكر للفن رجع مرة تانية، وشفناه في تهيئة مصر للانقلاب على الرئيس المنتخب، استخدموا الفن، والمرة دي دخل فيها العنصر العربي، وكان حسين الجسمي لما عمل اغنية تسلم ايدينك يلي لحب مصر بتضحي بسنينك، الاغنية دي ما كانتش المرسي، كان عاملها حسين الجسمي بإعاز من محمد بن زايد لعبد الفتاح السيسي علشان يحفزوه على الانقلاب. بعد كده عملوا انقلابهم ويستخدموا في الانقلاب ده بعض الفنانين. فاكرين محمد فؤاد لما قال له الشهيد ابراهيم فؤاد بيقول لك يا سيسي ما تسيبش البلد، فاكرين الكلام ده؟ وفاكرين باسم يوسف والتهدئه او التوطئه الاعلاميه، تمهيد اعلامي للانقلاب وحصل الانقلاب واستخدموا الفن، تسلم الايادي واحنا شعب وانتوا شعب، كل ده كان استخدام قذر للفن. وشفنا بعد كده المشخصاتي لما طلع ممثل ما حدش يسمع عنه علشان يعمل شخصيات الرئيس مرسي وشخصيات تانية البلتاجي وغيره، وشفنا بعد كده استخدام أسوأ لإمكانيات الدولة المصرية علشان تعمل فن بذيء ورديء في حاجات اسمها الاختيار، خاصة آخر جزء اللي كان كاتبه عبد الفتاح السيسي وبيعرض فيه أمجاده الشخصية بعد ما تمرد على أسر طوله، فجاب ياسر جلال بطوله اللي أطول مني يمكن علشان يبين نفسه أنه هو قوي وكبير وعظيم. ده استخدام سيء للفن. استخدام سيء للفن لما استخدمه الفنان محمد صبحي لما طلع برضه واتكلم على ان لو جاء حاكم مصر وكان قصده السيسي وخد اولادي وقتلهم انا مش هعمل حاجه وهقول فدا البلد بس ما حدش يمس ذره تراب من تراب مصر. محمد صبحي وهو بيطبل للسيسي وللعساكر كان مفكر نفسه هيبقى في حماهم وهيبقى في معزل عن انهم يأذوه، ولكن اللي ما يعرفوش ان العساكر ما بيأمنوش غير لبعض. العساكر اللي اول ما جم قرروا يعملوا شركة اسمها المتحدة ويجيبوا على راسها واحد تابع ليهم علشان يبقى ده فرع المخابرات في ادارة الفن، دول اللي بيقولوا ايه اللي يتعرض على المصريين، مين يكلم المصريين من المذيعين، مين يكلم المصريين من الفنانين، مين يعمل السنة دي برنامج ومين يقعد السنة الجاية في البيت. محمد صبحي لما طبل للعساكر فكر انهم هيحموه ولكن ما قدرش، عمل مسرحية اسمها عيلة، عمل لها بلوك انتشر لها في الفترة اللي فاتت كام مقطع على السوشيال ميديا، خاصة وهو بينتقد فيها الحمار او السيسي اللي بيقطع الكهرباء على المصريين بحجة تخفيف الاحمال، وجاء الميعاد علشان يتفقوا يعرضوا المسرحية دي على الشعب المصري على الشاشات الرسمية. فمحمد صبحي اتفاجئ انهم مش عايزين يعملوا له اللي هو عايزه، فكان اول الصدام. كتب محمد صبحي بوست على صفحته وقال تم اغتيال مسرحيه عيله عمل لها بلوك وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه. محمد صبحي كان مفكر نفسه في دوله فيها اجراءات وفيها احترام للقانون اصلا، كتب وقال تم اغتيال مسرحية عيلة تعمل لها بلوك وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، اعتذار للجمهور الحبيب. تم اغتيال مسرحية عيلة تعمل لها بلوك وتم ضرب بنود العقد وأهمها عدم قطع المصنف الفني بإعلانات سواء بين الفصلين وعدم حذف أي كادر ولا لقطة ولا جملة ولا إغلاق الصوت إلا بموافقة كتابية من الفنان محمد صبحي. لقد تجاوزت الشركة المتحدة كل الحدود والحقوق واغتالت المسرحية بعدم احترام الجمهور وإعلانه عن موعد البث قبلها بأسبوع، ولكن قناة سي بي سي أذاعت المسرحية في أسوأ موعد حتى الرابعة صباحا الثلاثاء 23 يوليو 2024 دون علم الفنان محمد صبحي. ده محمد صبحي فكر نفسه في أيام فيها احترام للفن، لأن هو مثل في فترة الرئيس السادات لما عمل فيها أبناء الصمت وعمل الكرنك، وده فيلم يعني كان بيوثق لمساوئ حقبة عبد الناصر،
ولكن ما يعرفش ان احنا مع اسوأ نسخة لأبلد عسكري، مع دولة قمعية ونظام مجرم ولا ريب. مسرحية محمد صبحي تعمل لها بلوك، الاخبار اللبنانية عنونت وقالت كده، ان المسرحية اتعمل لها بلوك في مصر من قبل نظام السيسي. المسرحية كانت فيها مشاهد جريئة فعلا. تعال اوريك مشهد ربما يكون المشهد ده هو اللي اغضب نظام عبد الفتاح السيسي. مشهد من مسرحية العيلة، عيلة اتعمل لها بلوك بطولة الفنان الكبير محمد صبحي. يعني الكتان سكت. طب ما على رأي المثل، طول ما الحمير ساكتة العرباجي هيفضل يزود في الحمولة. طول ما الحمير ساكتة العرباجي هيفضل يزود في الحمولة. رد محمد صبحي وقال لها لا، ده ما بيزودش الحمولة، ده بيخفف أحمال. تمام تمام، الناس اتفعلت مع ده. محمد صبحي في عز محمد حسني مبارك طلع قلده في مسرحية كده، وقلده وقال وعمل دور ومشهد وكان مستأذن مبارك فيها. ما يعرفش صبحي ان النظام اللي هو كان بيدعمه من البداية نظام مجرم، ما بيؤمنش لا بفن ولا بحرية ولا الكلام ده كله. محمد صبحي عمل البيان ده وفكر ان هو في دولة هيعرف يجيب حقه. قامت المتحدة اللي هي فرع المخابرات لإدارة الشكل الإعلامي والفني في مصر، عاملة بيان حمل هجوم شديد جدا على محمد صبحي وهددوه. يعني هتسمع، هقرا لك دلوقتي. هددوه قالوا له ممكن نعلن المخفي والمسكوت عنه، اللي هو تقريبا كان فلوس عايزها صبحي. لا هتقولنا من الأول كده. قال لك إيمانا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدورها الأبرز في دعم الإبداع والفن المصري والحفاظ على جودته وريادته بما يليق بعظمة الشعب المصري واحترام فنانيه والحفاظ على مقام الأساتذة الرفيع، فقد تابعت الشركة باستغراب وتعجب تصريحات الفنان القدير محمد صبحي والتي ادعى فيها عبر صفحته الرسمية ما وصفه باغتيال مسرحيته وعيلة عمل لها بلوك عبر ادعائه الإخلال ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة. وقد آثرت الشركة الصمت في الساعات الماضية حفاظا على مصداقية فنان مصر الكبير واحتراما لقدره لدى الشركة، والذي أظهرها والذي اضطرها لقبول عرض مسرحية لديها الكثير من التحفظات على جودة محتواها بشهادة المختصين المتخصصين الكبار في من زملاء جيل الأستاذ محمد صبحي ومقامه أو من أجيال أخرى وقبل بلا بلا بلا. أولا تنفي الشركة المتحدة بشكل قاطع حذف أي مشاهد أو مقاطع أو كتم الصوت. ثانيا تعاقدت الشركة مع الفنان القدير محمد صبحي على إنتاج 3 مسرحيات، وبالفعل تم إنتاج المسرحية الأولى نجوم الظهر وتصويرها بأعلى تقنيات التلفزيونية، إلا أنها لم تحقق أي عائد جماهيري أو إعلاني، وكان في تحفظات نقدية وجماهيرية ولم تخزله ماديا أو مهنيا والتزمت الصمت. ثالثا الفنان القدير محمد صبحي هو من قام بمخالفة الاتفاق والعقد المبرم مع شركة المتحدة بتغيير كبير مفاجئ في نص مسرحيته الأخيرة دون موافقة الشركة المخالفة والمخالفة. المهم قعدوا يقولوا المشكلة مش من عندنا، المشكلة من عند محمد صبحي. تمام تمام. نقابة المهن التمثيلية اتدخلت لأن محمد صبحي هدد فضح اتكلم، فتدخلت النقابة عشان تحاول تهدي بقى، لأن محمد صبحي كده بيتصادم مع المخابرات. فقالت لك نقابة المهن التمثيلية على صفحتها على الفيسبوك، اتصل الدكتور أشرف زكي بالسيد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وشرح له وجهة نظر الفنان الكبير محمد صبحي، وأنه لم يكن يقصد أي إهانة للشركة المتحدة أو لمنتسبيها، واحترامه للشركة ودورها الوطني، وقد أبدى تفهمه لسوء الفهم، ووعدني بإغلاق أي خلاف مع الفنان محمد صبحي لما فيه مصلحة الفن المصري، وأكد دعم الشركة المستمر لكل مبدع وقوة مصر الناعم. يعني بقى محمد صبحي عيل صغير وأشرف زكي محتاج يتكلم علشان يقول لهم خلاص يا جماعة احنا أسفين، محمد ما كانش يقصد، القيمة الفنية دي ما كانتش تقصد. فينزل خبر على القاهرة 24 ويقول لك بعد تدخل أشرف زكي الفنان محمد صبحي يعتذر للمتحدة. محمد صبحي يعتذر للمتحدة. هتقولي ليه 24؟ القاهرة 24 عشان أنا قلت لك دايما القاهرة 24 دي بتاعت المخابرات. أنت يمكن ما كنتش بتصدق، بس لا صدقني يعني بتاعتهم من أدواتهم يعني. أما محمد صبحي منزل بوست على صفحته وقال لك احنا والشركة المتحدة هنرفع راية مصر لمؤاخذة يا باشا، وانت ملك ومال مصر انت والشركة المتحدة. قال لا تكونوش يا جماعة مفكرين ان انتوا يعني مصر
انتوا يا جماعه بتقدموا فن عشان تسلوا الناس، بس انتوا بتقدموا فن بصراحه عشان تضحكوا على الناس، فما تعيشوش الدور. محمد صبحي قال لك ايه؟ الدكتور اشرف زكي يتواصل مع الفنان محمد صبحي: تلقيت اتصال من صديقي دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، وتحاورنا حول ازمه مسرحيه عيله عمل لها بلوك وبثها بالتلفزيون، والمشاكل التي حدثت والتي قد يكون فيها سوء فهم، وربما عرض المسرحيه وبثها دون اعلانات وتقديمها بلا 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 بلا. الشركه المتحده وانا كفنان لابد ان نحرص على صورتنا وصوره وطننا مصر، وتركت للدكتور اشرف ما يتخذه بلا 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 بلا. احترامي للنقابه واحترامي للمتحده، ويظل بيننا كل الحب كمصريين، لا نصنع صراعا يلهينا عن تقدمنا ورفعه وطننا وريادتنا. باشا ترك كبرت الموضوع، ده اوفر اكت، ده انت ولا ابراهيم توشكا في فيلم صرخه نمله، كان ايه ابراهيم توشكا لما قال لي انا كنت متاكد مع اني كنت شاكك. انت ايه التمثيل الاوفر ده يا محمد؟ انت مش كده، ده انت من ايام هاملت يا راجل مش كده. فيلم كلمني شكرا، اللي هو انا كنت متاكد، عارف اللي هو اوفر اكت. بيمثل قوي الاستاذ محمد صبحي، يقول لك رياده مصر. باشا انتوا بتقدموا فن، والفن اللي انتوا بتقدموه من النوعيه الرديئه، نقطه ومن اول السطر. ما تعمليش فيها بقى نجيب الريحاني ولا يوسف وهبي ولا حتى نور الشريف. محمد صبحي اتكلم وقال، وعنده تصريحات جديده نقلها موقع شوف، واحنا هنقولها لحضراتكم. مقرب من محمد صبحي في تصريحات خاصه لاون مصر، قال الغاء مسرحيته الثالثه مع المتحده بعد ازمه عرض ليله عمل بلوك. هم كانوا متفقين على ثلاث مسرحيات، صبحي زعل وقال لهم خلاص مش هعمل الثالثه. وقال له تعليق على بيان المتحده: ومن الطبيعي ان تنفي ما ورد باغتيال المسرحيه، الامر متعلق بالقضاء ولا اعتراض على ما يصدر من احكام لاحقا. سعت المتحده ببيانها لتحسين مظهرها امام جمهورها، ما حدث في عيله عمل لها بلوك ما حصلش في اي عمل فني، لا مسلسل ولا مسرح. من العيب ان يتم عرض مسرحيه بعد منتصف الليل ويتم التعلل بانها لم تحقق اعلانات. الغاء العرض الثالث المتعقد عليه مع المتحده بعد ازمه عيله عمل لها بلوك الرقم المادي التافه وراء الالغاء، وقلت لن اقبل به الا في حال تم تعديل المقابل المادي، لن يتم انتاج العرض الثالث بعد ان صوروني شخص مادي يلهث وراء المال. مين اللي صوروك؟ شركة المتحدة. ومين شركة المتحدة يا عم محمد يا صبحي؟ شركة المتحدة هي زراع المخابرات وزراع دولة عبد الفتاح السيسي ونظامه. أنت زعلان ليه؟ أنت ينطبق عليك تحديدا الكلام اللي قاله لك الكاتب المحترم سليم عزوز لما قال لك اخصى عليك. ده أنا كنت جاي أدافع عنك. ده أنت ما اديتش فرصة للناس تدافع عنك يا صبحي. بيقول لك أهو سليم عزوز بيتكلم بلسان حال المصريين، بيقول لك ما دخل صورة مصر في الموضوع؟ ما لي أراك مكبر الموضوع؟ لا أنت ولا المتحدة تقفون على الجبهة لكي يكون نزاعا بينكما يمكن أن يخدش صورة مصر، فقد المتحدة أغرت بك غلمانها، فأنت جبت واطي. ولو فكرت لأدركت أن صحفها جميعا لا تساوي سطرا كان يكتبه إبراهيم سعدة مثلا في أخبار اليوم، ومع ذلك صمد نور الشريف في مواجهتها، بيد انك من كثره الهجوم اتخضيت لان نجمك خفيف، فلما قبلت وساطه اشرف زكي، فلما قبلت وساطه اشرف زكي تصرفت على ان هذا التراجع المهين مرده الى وطنيتك. ما لكم تصورون مصر على انها قبيله في اعالي الجبال يشوه صورتها خناقه اتنين من ابنائها. لا تكبر الموضوع يا محمد افندي، رفعنا العلم. انا صحيت اقف معاك وجدتك كمن جاء ويساعدوه في حفر قبر أبيه، أخذ فأسه ورحل. اخص عليك يعني محمد، مش لايق عليك يا كابتن، والله العظيم ما لايق عليك. أنت بتحاول تعمل حاجة كبيرة عليك. ده في فنانين خاضوا صراعات، يعني نور الشريف لما عمل الفيلم بتاع ناجي العلي ضيقوا عليه جدا في مصر، لدرجه انه كان هيهاجر كندا او امريكا، هو قال كده وصمد، لانه فنان مثقف بجد وعنده مبدا بجد وبيدافع عن القضيه الفلسطينيه وقتها لحد ما مات بجد. ما كانش بيطبل زيك يا استاذ محمد. عموما ده مصير اي حد بيعمل اي حاجه مش على هوا النظام. وهفكركم بفيديو صغير كده من الارشيف لأحمد أفندي موسى رفعنا العلم على قولة سليم عزوز، وحواره مع المخرج أحمد الجرحي. كان بيهين أحمد الجرحي ليه؟ لأن أحمد الجرحي وقتها أخرج عمل مسرحي عن مين؟ عن سليمان خاطر،
اللي في في مخيلة المصريين بطل من أبطال مصر، ولكن في مخيلة الآخرين ده مجرم.